السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهارده إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة الكويت في إيران أو رقم السفارة الكويتية في إيران. رقم التليفون هو 00-98-21-88-79-599-7. يبقى تاني، رقم سفارة الكويت في إيران أو رقم السفارة الكويتية في إيران 00-982-188-789-7. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.